عمل اللي مشينا في ابو كبير عمله دكتور الغلابه ولقيتنا نزل لغايه الان الرحمانيه بتروح تكشف من غير اي تفعيل كشف. كان قبل ما يخش مجلس الشعب كان بيخدم اكتر ما هو في مجلس الشعب. والغلابه فتح بيوتها للنهار ل 24 ساعه. احنا مش نقدر نستغنى عنه ولا هو يقدر يستغنى عنا. من الشخصيات الجدعه جدا والمحترمه قوي. اشجع الشخصيات الموجوده هنا. اخ والله العظيم ربنا يبارك له يا رب. تاريخه مشرف فعلا بنصره المحتاج. ربنا يبارك لنا فيه هنا يعني البلد كلها بتدعي له. خير للغلابه والناس اللي هي بتحتاج اي ظروف ان كان منفر بروح له مش بتاخر عنه. اي حد محتاج اي حاجه ما بقصرش مع اي حد. مش في حد بقصده في طلب لو بلبيه. العياده دي مفتوحه 24 ساعه للناس اللي هي الطيبه الغلابه اللي في البلد اللي مش محتاج اللي محتاجه فعلا ان هي تكشف ببلاش. برضه الصيدليه الدكتوره منى مرات الله يبارك لها في صحتها بامانه يعني برضه بتساهم في علاج الغلابه اللي مش معاهم ادويه مش معاهم حق العلاج. ارجى الراجل الموجود هنا بحب الناس والناس بتحبه بيقدر الناس بيحترمهم. مفيش زيه. ده الاخلاق ده الادب ده الشهامه ده الدكتور الخلوق. يعني شرف لخط البحر شرف للناس كلها. اي خدمه بنقول له عليها بيعملها يا سيدي. ونعم ما شفناش منه فعلا الا كل خير وكل الخدمات العامه اللي موجوده في الرحمنيه. ده قيمه من قيم البلد بتاعتنا وفخر لينا ان احنا من خط البحر تبع الدكتور محمد حبيب. من قبل الانتخابات وله عياده في ابو كبير بقالها 25 سنه شغاله كل سبت وحد كشوفات ببلاش. وانا كنت شغال معاه قبل كده وكنت انا على يد كل حاجه. خير لدرجه ما تتصورهاش اقسم بالله اكتر مما تتصوره. في اعمال خير في اعمال الواجب في الناس الغلابه في جهاز عرايس في مصالح ناس في خدمه ناس ما بتاخر ولا عنده صنف تكبر. بنحبه عشان الراجل ما بيقصرش ان قصدناه في اي مصلحه واي خدمه مش بتاخر عنه. بقصر مع اي حد يعني عشان برحمانيه من ابو كبير اي حد بيجيله مش بقصر معاه. كدكتور بيقضي جميع مصالح الناس. ربنا سبحانه وتعالى يبقي لنا حياته وربنا يطول في عمره لان الراجل ده راجل محترم وراجل بيعمل الخير ده لله مش بيعمله عشان يقبض من حد. والله برجع الكشف ان انا ادفع الكشف بره على الباب انه كله رجع له. فيها خدمنا مدارس والدنيا وعمل كل حاجه بدون نوجه حاجه من الناس. هو نورتني. تكفي ان احنا بنروح على البيت الساعه 1 بالليل بينزل لنا يعمل لنا اي حاجه. يعني تكفي ان انا مثلا بعيان دكتور الغلابه من الاخر. والدتي عيانه. ده دكتور الغلابه. والدتي عيانه برن الجرس الساعه 1 بالليل بينزل. انما اي دكتور تاني بينفض ولا في دماغه. دكتور الغلابه ان شاء الله ناجح بامر الله. ما يأثرش الله بامر الله ناجح. كل حاجة حلوة انت شايفها هنا في الرحمنية وهتعدي تشوفها هو السبب فيها الحمد لله رب العالمين بعد ربنا طبعا. السجل المدني في الرحمنية واخد بالك من 30 سنة كان موجود وهو بس على اليومين دول عشان يرجع تاني السجل المدني ويمكن يكون رجع. الناس بدل ما تروح تتبهدل وتتسرق بيجوا هنا البلد. صرف الصحي للرحمنية والإغنمية والخلوة والنعيرة وشرف الدين وجاب لك أبو الغول والحمايدة وأبو عودة وأبو هنداوي وجميع قرى الوحدة المحلية مدارس حدانا جميع المصالح الحكومية جابها مفيش مصلحة ما قضاهاش طبعا على الصغير والكبير من الساعة 5 أو من قبل المساعدة كلها من صلاة الفجر للناس الغلابة وال جميع الطوائف يعني. يكفي إن هو ساعة لما بنعوزه بالليل قبل النهار بنلاقيه موجود في البيت وبيكشف علينا ببلاش. قبل كده من سنين لسنين ما كانش في مجلس شعب ولا كان في بتاع كل المدارس اللي جوه الرحمنية ديت الإعدادية الابتدائية الثانوية التجارية الثانوية الصناعية والتجريبية ماشي كل المدارس ديت الدكتور محمد حبيب هو اللي جايب وراكها وهو اللي ساعى عليها وهو اللي عاملها. عملنا المدارس حكومة عملنا المكن الفلوس المكن اللي هو اللي جاي جديد دي لخدمة أهل البلد تمام بتاع الفلوس السحب الكريدت واخد بالك الدكتور محمد هو اللي ساعى فيه وهو اللي جايبه بدل المكنة 2 و3. بالنسبة للوحدة المحلية الراجل دايما مشارك مع رئيس الوحدة المحلية وبيملي عليه بعض الحاجات اللي احنا بنعوزها في البلد هنا وهو الراجل. بالنسبة للمجاري محدش في الدنيا يعرف ان الدكتور محمد هو اللي جايب المجاري واخد بالك للرحمنية. انا معاك ان في بلاد تانية كل انت دخل لها مجاري ولكن هو الراجل هو اللي ساعي عشان يجيب الشغل ده لكل الرحمنية. وجالنا على فكرة جالنا نخش مجلس الشعب وشوف مجلس الشعب يعني المصالح دي عاملها جالنا نخش مجلس الشعب ولا يفك ولا كان في مخه يخش مجلس الشعب اصلا. مش نقدر ننتخب الا هو لان احنا الراجل ده ابن بلدنا والراجل ده ربنا يبقي لنا حياته وربنا يطول في عمره ويلاقي بحاجه لما حد ياخدها الا هو. لو مش ننتخب الدكتور محمد هننتخب مين؟ مش عشان هو ابن الرحمنيه ولا هو ابن الريف عامه ولو مش لو مفيش مرشح في الدكتور غير الدكتور محمد مش هننتخبه.
طبعا ان شاء الله ده فرض علينا غصب عنا، هو مفروض علينا واحنا مفروضين عليه. باذن الله هنتحقق، عشان هو راجل محترم جدا ومش بيقصر مع اي حد. ان شاء الله القريه كلها هتنتخبه مش انا بس، لانه راجل محترم ويستاهلها وخدوم لاهل البلد. هو فعلا خير من يستحق يلحق صوتنا، يعني صوت الناس دي كلها المفروض هو للدكتور محمد حبيب. فاحنا بنتمنى وبندعو له من الله ان ربنا يوفقه وينجحه، علشان هو يعني بسم الله ما شاء الله ربنا يوفق. مفيش حد انسب في الفتره دي اكتر من غير الدكتور محمد حبيب، يعني ده اللي شايفه هو هيخدم الناس هيخدم البلد، لانه هو ده الراجل المناسب في المكان المناسب. انا هنتخم ولادي بكل فخر، مش عشان هو ابن بلدنا ولا جارنا، بس عشان انا شفت منه حاجات كده، عشان هو ابن بلد وهو اللي يستحق. اقول له انت انسان محترم، ربنا يوفقك لاهلك ويخليك لبلدك. ربنا يبارك وربنا يخليه دايما لينا وللغلابة. أبو حبيب ابن البلد، ابن قرية الرحمنية، ابن الريف، ابن خط البحر. إن شاء الله نجح يا دكتور.